تيقول لك غادي تاكل هو في الفطور وفي العشاء وفي السحور. دابا هادو حتى انت ما فراسك تكون غادي الصحه سلامه حتى الصدر تايده قبيل، النفس ما تبقاش تطلع، خصك دير رابوز باش غادي توسعوا هذاك المجاري ديال الهواء باش تنفس. تيسول هذا السيد هذا ولا هذه السيده هذه اشنو الحكم ديال الاسلام في هذاك الرابوز؟ راه تيحل في البو تيدير ليها تيبوخ تيبخخ به بعدا تيدخل هنا. واش واكل رمضان ولا صيد؟ هذا الجواب ان الفقهاء قبل ما تيصدر الحكم باش يقول لك واش واكل ولا ما واكلش تيخصو يسول الطبيب وبالاخص هذوك اللي هما ديال اللابوراتوار ديال المختبر اشنو كاين في هذاك الرابوز هذا البخار. تيجاوبو هما تيقول لك واحد البرودوي واحد الماده اللي هي تتولي ماشي شي حاجه سائله وانما شي حاجه ديال الطفال. تيقول لي هكا تدخل لهنايا ولاش دايرينها صلعينا؟ قال لك هذه صلعينها ما تتلحقش للمعده، هذه تتلحق غير للصدر هنايا غير باش تسرع الصدر. هو بين لنا واحد المال. هي شكون هو الحاجه اللي تتوكل؟ اللي خرج المعده. ما خرج المعده ما واكلش. دخلت المعده راك واكل. بمعنى ان هذا ما دخلش عاود لك. غادي يقول لك شاعر ايوا داك الشيء شويه اللي تيدوز راه ولا كنت حيت ديرك عيطي شي شويه. غادي شي حاجه تجي تمايا تسرع الصدر ولكن غادي تدوز شي حاجه. قول لي لا ولكن غادي نعطيكم واحد المثال اللي عايشين انتوما واكثر من هذا والاسلام جوزوا لك وعفى عليك وسامح عليك. شنو هو؟ الوضوء. انت حيت تكون تتوضا تدير مضمضه فملي تتهز دير مضمضه شنو تدير؟ تدخل ما فمك تتشل فمك تدفن اشنو بقى؟ راه واحد النصيب ديال الماء ما نهضروش على هذاك اللي قال لكم ما قلناش الجريمة تنديروهم في الرضاع تنهزهم ما عطاش هذاك راه بقى في الصيام ديالو هذاك يشرب هكا لا هذا انت داير الاحتياطات درتي الرضبطة دخلتي مبقاش شي حاجة ديال الماء مايمكنش يبقى لك فمك غير ذاك الريق اللي بقى فمك لا راه بقى مع الماء وصدتي ذاك الماء وهبط المعدة. الإسلام تيسامحك في هذاك الشيء لأن المشرقة تجلب التيسير تيقول لك الله يسامح هذا الشيء. إذا كان هذاك الماء ديال الرمادة سامح لك فيه الإسلام فأقل منه هذاك الشيء ديال هذاك الرابوز اللي تيدوز الصدر قل منه. فلهذا من باب أولى وأحرى مسامح فيه. فلهذا هذوك اللي عندهم هذا المرض ديال الضيقة تسمى باللغه العربيه الربو الله يشافي الجميع وما يحتاج لهذاك الرابوز باش غادي يديروه راه تيتاخر الصيام ديالو صحيح ويكمل الصيام ديالو ونبي عليه السلام وما يتقبل. احنا شفنا دابا جوج فتاوى في هذه المساله. نزيدوا واحد تيكتبوا في العيادات تيسولوا بزاف ونشوفوا هنايا بجوج. حنا في المغرب عندنا الاهتمام ديال رمضان اكثر من اركان الاسلام كلها كنهتموا به بزاف رغم انه الاسلام عطانا واحد النيفو اللي غادي نهتموا برمضان. حنا زدنا داكشي اللي تيعاودوا ديال الزدنا شي واحد بغى يطلع فوق واحد البهيمه بغى ينقز وقال داك السيد ديالهم ديك البلاد يقول لك ابو ليبو عزه مثلا قال ابو ليبو عزه وسخبص ليها قال لي لا بزاف ابو ليبو عزه ديك غير هنا ماشي حتى ليا كاع. فلهذا سيد ربي عطانا الصيام حتى هنا حنا زدنا بزاف زدنا حتى ان العياله الراجل فيه مرض قالوا لي الاطباء بالاجماع حتى تيخصك تاكل وسيد ربي سبحانه وتعالى ما بغاش يبرد وفي الصيام اش قال سيد ربي يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولسبب العده العده ولسبب الله على ما هلكم. بغى سيدي ربي يسلنا يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا حنا حنا بغينا نشدلو وتيقول لي ذاك المريض مرت مسكين ومحل والاسلام عطاه رخصه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي من لم يقبل رخصه الله كان عليه من الاثم كجبل احد. عطاك سيدي ربي رخصه كان رخصه قلت لا انا بغيت انا هكا راه عندك
حكيت ماشي ما عندكش ثواب. فهاد الاطار هذا اللي تنبغيو نجددو على راسنا العيالات. الله سبحانه وتعالى اللي خلق الرجل وخلق المراه، المراه دار فيها كل شهر عندها العاده الشهريه كل شهر، وكل مراه تتختلف على مراه كل كاين اللي عندها شي شويه من المده ديال غير شي سوايع، كاين اللي عندها نهار يومين ثلاث ايام بين الكثره ديال الايام ديال الحيض والحيله ديالها، ولكن كل شهر عندها الا اللي مازال ما بلغاش ولا اليائسه ولا اليائسه من المحيض، معنى تتسمى هذيك لا مينوبوز. هذيك المراه اللي سيدي ربي هو اللي دار لي هذا الشيء قال لي كولي في رمضان وقضي من بعد ذلك، قالت لي لا 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 انا ما بغيتش انا هذو العبادي، ومشات تتعاطى الكيلات باش ما تجيهاش الحيض في رمضان. شو درت انا؟ هاد الكيلات هادو راه تيجي عندهم واحد المخلفات سلبيه للجسد ديال المراه والحاله النفسانيه ديالها والعصبيه وبزاف وقيس وقيس وقيس. فعلاش انت عطاك الاسلام هذا الرخصه اللي لك هالرخصه وقلت لي ما بغيتش انا سيدي ربي الرخصه، انا بغيت نصوم. عطاك الله الرخصه وقال لك شوفي سيدي اختاري الايامات اللي عندك فيها غير شي سته السوايع في النهار. باع وردي دوك الايامات. لا انا بغيت نصوم انا. بمعنى اننا ما تنصوموش عباده تنصوموا عاده خاصنا حتى حنا نضربوا لك الحلويات حتى حنا نضربوا لك الحريره ولا هو داك الشيء هذاك ونشوفوا. لا قال لك الاسلام انت عندك الرخصه، فلهذا هذيك المراه اللي غادي دير الكيلات على اساس باش غادي تصوم رمضان كله بلا ما يكون عندها الحل راها ما طاعش الله غتخالف وشدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول ما قالش شددوا فشددوا الله عليه. الى جاب الاثار جايز دير الكينات مثلا الحج، هذا الحج ما عندناش عندنا صعيب وهذيك من جهه شي اركان تبايه وخصها ديك الساعه الا حاط ما غاديش تسنى ولا تعاود الجفرة ولا شي حاجه، فهذيك الحاله جايز. ولكن دابا عندك الرخصه والايامات قدامك اللي زيادة سميتو العام كله، فهذا هي تخصك تخفي على راسك. لا وحده هذه النقطه تتعلق بالنسبه بالنساء. عاد سولتني وحده شنو هي البلاد اللي فيها اربعه؟ شنو البلاد؟ ثلاثه فرنسا ياك وسته هنايا، اربعه شنو هي؟ شي دوله خليجيه يمكن؟ اربعه ها؟ لا اربعه 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 رقم اربعه دابا هذا 14 ها؟ شي دوله خليجيه الانجليز شو حدا سولات من الانجليز صدقت ليا فتسول قالت لك دابا انا عندي الحيضه واش جائز نهز المصحف وانا لابسه الليكات؟ رديت ليها الجواب وقلت ليها هذاك اللي دار لك الحيضه راه هو اللي قال لك ما تهزيش المصحف دابا وتصنتي القران، لان القارئ والمستمع للقران في الاجر سواء. علاش كنعرفو نشدو على راسنا وما كاينش غير تلاوة القرآن؟ بغي الزيت سبحان كل الله لا إله إلا الله تجدد الإيمان، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تدير القلب، الاستغفار يطهر الله به القلب من الصلاة، الكثير من الأذكار أذكر وخلي عليك المصحف. ماشي لا أنا بغيت المصحف واش ندير سميتو واش نهز بالبورطابل ولا ندير المصحف واش ندير الليكات؟ ما ديرش. الحائض ما تمش المصحف وما تصليش وما تصومش. شكون اللي قال لي هذا الشيء؟ سيد ربي عطاها الرخصة، فلهذا خصنا نقبلوا الرخصة ديال سيد ربي سبحانه وتعالى، ما نشددوش على راسنا باش ما غاديش يشدد علينا سيد ربي كما شددوا اليهود في القصة ديال البقرة، فشددوا فشدد الله عليهم حتى أنه ما صابوا إلا بقرة وحدة وعند وحدة وقال اليتامى وقالت لهم ما نعطيها لكم حتى تعطيوا لي الثمن ديال الجلد ديالها بالبيع ذهب، فشددوا فشدد الله عليهم. اما صدر اللي قالوا اذبحوا بقره وجات ذاكره اي بقره ذبحوها، فحنايا خص علينا الاسلام. فالعيالات الله يكون لهم في عوانهم، الله يجازيهم بخير. الحاجه اللي عطاكم سيدي ربي الرخصه قبلوا الرخصه ديال سيدي ربي، وما تحسوش بان رمضان راه غير الصيام. رمضان بزاف في الحوايج، كاين الصيام وكاين الدين وكاين الصدقه وكاين تلاوه القران وكاين كذا. الحاجه اللي الاسلام قال لك هذه ما ديرهاش، دير حوايج اخرين وغادي يعطيك الله الثواب، لانه جاء في حديث ان الانسان حيت يكون تيدير شي عمل صالح وتيولي مشى سافر ولا مريض
سيعطيه الله عز وجل هذا الشيء اللي كان سيدير في الحاله ديال الصحه، في الحاله ديال المرض ولا ديال السفر. كرم من ربي سبحانه وتعالى. ما تتعاملش مع بشر، ما تتعامل مع سيد ربي الكريم الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجامع وصار في الجامع ما بين جوج سواري واحد الحبل. قال لهم ديال هذا الحبل هذا؟ قال لي ديال فلانه الفلانيه. تبقى السنة وحيدت عليها والنعاس يشدها تبقى معلقه. قال لهم شدوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يذل محتسب الذل. شو يعني؟ واليوم عجبني واحد العالم رحمه الله عليه تيتكلم على ليله القدر. قال شكون اللي قال ليله القدر؟ تبقى انت جالس يقول وانت صغر والنعاس طاير ليك ومهلوب وتتقول يا ربي غير انت هذا الصباح يمدن. قال لك سير هرس شي شويه النعاس ماشي تعس بعد عرفتها واجي صلي وانت في راحتك. صلي جوج ركعات وبخشوع وتنستحضر العظمه ديال سيد ربي افضل من تبقى واقف كسداب لا روح وتنبكدب. هذا هو الاسلام. وهذا الشيء اللي خصنا نوريو للناس باش الناس حيت يشوفوا هذا الشيء هذا ماشي بحال شي واحد اشنو دار شي واحد يهودي غادي يسلم. قال لي شي واحد ما تسلمش. قال لي لا غادي نسلم ما تسلمش وما جاني الاسلام الا في 27 شعبان. قال لي واستلم هذا الشهر هذا اللي سلمت يلا جبد لي مع راسك. لهذا انا لا تيخصنا نبينوا لي بان حتى رمضان هو شهر الرحمه شهر المغفره ماشي قضيه فيها غير ماكله وشراب. دابا الان في اوروبا ولاو تيديروا الصيام جوج على خمسه ما تعرفوش دابا جوج هكا تيسميوه جوج على خمسه جوج على خمسه ستصوم يومين وخمس ايام تتاكل ما عرفوش دابا الدين والخبيز. الاسلام عطاك الدين والخبيز. وشنو داروا في الصيام هما ماشي بحالنا لان دابا مازال ما نحبوش هذا الشيء ديالنا. هما تيقول لك ما تاكلش ولكن اللي ما تبقاش تشرب منه مره مره. حنا سيدي ربي اللي خلقنا قال لك هذا من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا ماكلة ولا شراب ولا حتى شي حاجه. وهذا الشيء راه غادي نحبوا ليه من بعد اش نسيبوا هذا الصيام هذا بالضبط انه كله فيه فائده للانسان. فلهذا نشدوا على فرحاني واحد الهديه عطاها سيدي ربي سبحانه وتعالى فرحوا بها. ما نكثروش من الماكله ما نكثروا من الذكر ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى. العيالات اللي عطاهم سيدي ربي الرخصه يقبلوا بالرخصه ديالو ويفرحوا بها. نطلب الله يتقبل الجميع وتقبل الاخوه ديالنا والاخوات ديالنا الاخوه ديالنا هما اللي الخدمه اللي راه حنا كنسيلو وما تيجفوا وتيسيقوا ويقدوا. اللهم يا ربي اصلح حالهم واصلح ذريتهم واغفر ذنبهم وارزقهم رضا والديهم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اخ معنا امه مريضه تطلب الدعاء لها الاسم ديالها البركه. الاخت ديالنا بارك الله اشفيها شفاء تاما لا يغادر سقما ولا الما. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا ربي انك على كل شيء قدير وانما امرك اذا اردت ان تقول شيئا ان تقول له كن فيكون. اللهم اشفها واشف ارض المسلمين جميعا في مشارق الارض ومغاربها. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.